أن الميت إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وانصرف عنه الناس وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده ويجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثلاثة أسئلة. فإن أجاب عنها بجواب صحيح نجا وفاز وأفلح، وإن لم يستطع الجواب خاب وخسر وظل سعيه في الحياة الدنيا. نعم.